مش عارف لسه هطلع العجمي ولا اروح فين، لسه مش عارف يعني والله مش عارف. يلا يا جماعه الظروف الوقت بيضيع، يلا حالا يا استاذ. نص دقيقه، انا مش عايز اسمع صوت حد يا جدعان في اللوكيشن، وحد يصحيني الناس اللي نايمه دي. احنا هنعمل ايه بالظبط يا عم سنوي؟ هتشوف كل حاجه دلوقتي، بس اول ما تسمع سكوت هنصور تثبت مكانك، ولا حركه ولا كلمه ولا حتى نفس. حاضر يا حاج. يلا اشوف بروفا. اتفضل يا استاذ، احنا جاهزين. بروفا حركه اكشن. يا سادة قريش، ماذا انتم فاعلون؟ والى متى السكوت على دعوه محمد بن عبد الله؟ يا استاذ ايه السيجاره دي يا استاذ؟ مش احنا بروفا؟ البروفا زي التصوير بالظبط. انا اسف يا استاذ. يا سادة قريش، ماذا انتم فاعلون؟ والى مين العدمان الصدمان اللي قاعد مع سادة قريش ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه عندك يا دياب؟ انت مالكش شغل هنا ومالكش شغل في الديكور ده خالص. انت شغلك مع المسلمين، ايه اللي جابك مع الكفار؟ اخلص واتكل على الله عشان مش فاضيين. لا مؤاخذه يا استاذ، انا عايز ابقى مع الكفار. هو مزاجك؟ والله العظيم ثلاثه يا استاذ، انا حافظ كل الكلام وجاهز على البروفا والتصوير. يا بني ادم ما ينفعش، ما ينفعش تبقى مع الكفار. بص لزمايلك، العز باين عليهم، غضب ربنا باين على وشهم، صحتهم كويسه. انما انت يا دياب، انت غلبان وطيب، علشان كده يا دياب المخرج اختارك تبقى مع المسلمين. ان كان على اللبس يا استاذ، هتقولي لبس كافر ونلبسه في نص دقيقه واحده، والكلام انا حافظه تمام 100%. اعمل معاه ايه بقى ده؟ حد بقى يجي يفهمه عشان انا مش ناقص. جرى ايه يا دياب؟ جرى ايه؟ كافر ولا مسلم؟ يا ميتك مدفوعه. وبعدين حد يكره انه يعمل دور واحد مسلم؟ انا بحكي سناوي، اتوسط لي عند المخرج بس، نفسي ابقى كافر. أبقى كافر مرة واحدة في حياتي، النهاردة بس، النهاردة بس، والله العظيم. دوري مع الكفار أحسن بكتير من دوري مع المسلمين. فرصة. وفهمت إنه ما ينفعش. يعني هنفضل على الحال ده كتير؟ طب أعمل إيه يا أستاذ؟ طب أنا ذنبي إيه؟ ساقع عليك النبي يا أستاذ، أديني حلفتك بالغالية أهو. أبوس إيدك، أبوس إيدك يا أستاذ، إديني الفرصة دي مرة واحدة في حياتي أطلع كافر، كافر. طب يا سيدي، اتفضل روح البس كافر، دقيقة واحدة وتكون هنا، أنا مش ناقص عطلة، اتفضل. بص دقيقة. بسرعة يا دياب، مش عايز اسمع صوت هنا. حضرتك تعرف الممثل ده يا عم سنوي؟ ده مش ممثل، ده كومبارس. بيطلع في كل الافلام والمسلسلات. مرة يطلع غلبان، ومرة حرامي، ومرة لئيم، ومرة كمالة عدد، لكن المرة دي مش عارف ماله. طب هما الكفار بياخدوا فلوس أكتر؟ لا. طب هو هيروح بالهدوم دي بعد التصوير؟ برضه لا. ازيك يا حاج اسناوي؟ اهلا يا سردة. انا جاي بقى وعشمان فيك عشم كبير قوي. فرح الواد اخويا يوم الخميس الجاي، وشرف لينا بقى وقبها ان صور الفرح تكون يعني ان شاء الله من غير مقاطعه، والف مبروك مقدما. والحساب اللي تطلبه تؤمر. ما فيش فرق يا حبيبي. ربنا يخليك لنا يا حاج اسناوي، ما يحرمناش منك، متشكرين قوي. مش عايزين نعيد المشهد تاني عشان ما عندناش اكل تاني. والساده الممثلين الكفار يركزوا شويه وياكلوا بنهم وشراهه عشان نخلص ونخلص المشهد ده من اول مره، عشان نروح، عشان انا اتخنقت. يلا سكوت، هنصور. 25 واحده والمره اكشن. يا سادة قريش، ماذا نصنع بمحمد؟ نقتله. وكيف نقتله وله اهل وعشيره؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ نضربه بالسيف. لا يا ران، استوب. هجيب لك واحدة كمان، بس الفخدة دي مش حاجة هينة، عشان الحموضة. عشان تضيع الحموضة يعني؟ تصدق بالله أنا الحموضة دي على قلبي زي العسل. بس بسم الله ما شاء الله عليك، الفخدة في إيدك كتخف الريشة. على فكرة أنا كنت فاهم من الأول. أنا بيني وبينك
عرفت ان ابو جهل عامل وليمه للكفار قلت مش ممكن تفوتني. انا حسيت بكده، قلت لا يمكن يبقى كافر على الفاضي. تصدق بالله لا اله الا الله، انا بحلم بالوليمه دي من 15 سنه. 15 سنه؟ 15 سنه بحلم بالوليمه دي، بحلم بان يبقى في ايدي بابره لحمه، فخده، زند، سمانه، حاجات اللي زي حالتنا ما بنشوفوهاش لا في اعياد ولا في حتى في مواسم. وسحنتي اللي انت شايفها دي مخليه الناس شايفاني على اني غلبان وعلى قد عالي. عمرهم ما فكروا يجيبوني كومبارس في حفله 5 نجوم مثلا، كبير قهوه او تخشيبه بوظه، ولما الحكايه ضربها الدم قوي يبقى محل كشري. واول ما وصلني بقى ان ابو جهل عزم الكفار على الوليمه دي قلت كافر كافر، انا عاوز ابقى كافر بقى. ايوه انا كافر. اجيب لك شاي؟ هيعمل معاك شغل كويس على فكره، عشان يعني انت راجل عسل ودغري على فكره، وان شاء الله ربنا يكرمك. انا اسمع برضو ان الفخد حلل هالشاي. هات شاي. ايوه ادخل يا عاطف. عايز ايه تغريد؟ عايز انام ساعه عشان الحق الشقه بتاع كل ليله. حاجه مهمه. ادخلي. بسرعه عشان اعرف ان بوقك في راديو مفتوح. بص، امك عاوزه تتكلم معك في موضوع بس خايفه منك. امي تخاف مني ليه؟ اكيد في حاجه غريبه. ايه الموضوع؟ بس نوارة رجعت في كلامها. ونوارة ترجع في كلامها بتاع ايه؟ وانا مين انا يا عاطف بتزعقلي ليه؟ ما انا عايز افهم. ما هي مفهومة يا عاطف. اختك عاوزة ترجع لجوزها وموافقة تسافر مع السعودية. والكلام ده بقى من دماغها ولا من دماغ حد تاني؟ من دماغها. بس امك هواها نفس هوا نوارة، وكره الطلاق كره العمل. بتقول يعني ان هي في بطنها عيل هتعمل بيه ايه؟ وانا ايه اللي مطلوب مني؟ توافق تروح تصطلح مع سيمعتمد ده وتلطف معاه لحد ما ياخد اختك ويسافر. خلاص عملتي اللي عليكي، طيرتي النوم من عيني. يلا بقى اجري اجري. تحب اصحيك امتى؟ ما تصحينيش خالص، يا رب انام النومه الطويله.